أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة الكرام، نعلم جميعا أن الله تعالى إنما خلق الخلق لطاعته وعبادته، مثل ما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو إنما خلقهم سبحانه وتعالى ليقوموا بعبادته. أنواع العبادة متعددة، من أنواع العبادة ما يتعلق بأمر الصلاة وأركان الإسلام كالصدقات والزكاة والصيام والحج والعمرة إلى غير ذلك، ومن أنواع العبادة ما يتعلق بالتعاملات مع الناس، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. أنا لما أقول لواحد بارك الله فيك، شكرا، من عيوني، إن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب، ونحوها العبارات الجميلة، الكلمة الطيبة صدقة. تبسمك في وجه أخيك أيضا صدقة. إذن هناك أنواع من العبادات، ليست فقط عبادات محضة، صلاة، صوم، صدقة، قراءة قرآن إلى غير ذلك، إنما هناك أنواع من العبادات يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى وهو يتعامل مع الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. يعني بمجرد تحسين خلقك مع الناس تكون تتعبد لله تعالى بأنواع العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص الناس دائما، يحرص الصحابة على أن يكون لهم في حياتهم أعمال تخدم الدين، عبادات، ليست فقط العبادة أني أصلي ولا أصوم، لا، كذلك من أنواع العبادات أني أضع لي بصمات في الإسلام. كنسك للمسجد يعتبر عبادة، تعليقك إعلان في المسجد يعتبر عبادة، إصلاحك ذات البين يعتبر عبادة، صدقتك على الفقير أو دلالتك لمن يتصدق عليه هذه عبادة، نصحك لابن جارك عبادة. لو أن ابن جارك مثلا يرتبط بناس أخلاقهم سيئة مثلا، أو رأيته يدخن ولا عليه ملاحظات، وجئت ومسكته ونصحته وتكلمت معك كما تتكلم مع أبنائك، هذه عبادة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. تعالوا اليوم نتكلم عن أنواع من العبادات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما لما يجلس مع أصحابه يحرك فيهم الهمة لأجل أن كل واحد منهم يكون له أثر في الإسلام، يكون له أثر في الدين، يكون له تأثير في الأمة، بحيث أنك أنت نقول لك: ما هو تأثيرك في الأمة؟ تقول: والله أنا أستطيع أني أكون عالم. نقول: إذن تأثيرك في الإسلام أنك تكون عالم، علم الناس. شخص آخر قال: أنا والله يا أخي ما عندي قدرات أن أصبح عالما. إذا ما هي قدرتك؟ أنا قدرتي أني عندي فلوس أطبع بها كتب العلماء وأوزعها. نقول: إذن أنت بصمتك في الأمة أنك تطبع كتب العلماء وتوزعها، لكن ما لست عالما. إنسان ثالث قال: أنا ما عندي فلوس أطبع كتب، ولست عالما أؤلف هذه الكتب، لكن أنا عندي قدرة على أني أخذ هذه الكتب وأذهب إلى المساجد وأوزعها. أعطوني الكتب وقولوا لي، اذهب بها للمسجد الفلاني، والثالث والرابع: أعطوني الكتب فأذهب بها. الرابع قال: أنا ما عندي قدرة على هذا ولا هذا، لكني عندي قدرة أني أقول: يا ناس اقرأوا هالكتب استفيدوا منها، إلى غير ذلك. المقصود أن الإنسان يا جماعة مطالب أن يجعل له بصمة في الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ آخذا بعنان فرسه، كلما سمع هيعة طار إليها، إن كان في الساقة كان في الساقة. يعني لو قالوا له: أنت ما تصلح أن تكون قائد في المعركة، أنت سنجعلك في الخلف تكون في الساقة. يعني الساقة يا جماعة هم الذين يمشون وراء الجيش، بحيث لو وقع من الجيش مثلا إناء، أو وقع منهم ثوب، أو وقع منهم نبل أو سيف، هو الساقة يأتي يجمع ما وقع منه. هي تعتبر وظيفة في الجيش ليست مثل وظيفة القائد أو المستشار أو الناس الذين في المقدمة أو حملة الألوية، تعتبر وظيفة عادية جدا. ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا المسلم في الساقة، لو قالوا له أنت خلك في الخلف لن تكون قائدا ولا قائد فصيل ولا مستشارا، كان في الساقة. قال: ما عندي مانع، ما دام في نفع الإسلام ما عندي مانع. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. لو قالوا له: أنت حتى الساقة ما تصلح، أنت لما يجتمع القادة لأجل أن يخططوا لنصر الجيش أنت تكون حارس عند الباب.
لا يمكن تعرف عن ماذا يتكلمون. كان في الحراسة، ما عنده مانع. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام ينبه على أن الإنسان مطالب أن يكون له بصمات في الإسلام على أي حال كان. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في المسجد أحياناً، وكانت هناك امرأة أمة ضعيفة سوداء. كانت هذه المرأة يا جماعة تأتي وتدخل إلى المسجد، ليست طالبة علم فتأتي إلى المسجد وتطلب العلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ما عندها قدرة. كانت هذه المرأة يا جماعة تأتي ثم تقبل إلى المسجد وتبدأ تجمع بعض المتاع الذي في المسجد. يعني كل متاع ما يكون في المسجد، مثلا يعني قش ساقط على الأرض، يكون في بعض الأوساخ على الأرض. تأتي هذه المرأة تقم المسجد، يعني تأتي تكنس المسجد، تأتي تشتغل لأجل تنظيف المسجد. هذه المرأة تأتي مرارا إلى المسجد وتكنس وتشتغل. يوم من الأيام فقدها النبي صلى الله عليه وسلم، ما رآها، فسأل عنها، قال: أين المرأة التي كانت تقوم المسجد؟ أذكر في امرأة كانت تقوم المسجد، أين تلك المرأة؟ قالوا: يا رسول الله، هذه المرأة ماتت، ماتت. لاحظ، مع أن عمل هذه المرأة يا جماعة قد لا يكون عملا يعني له تأثيره الشديد في الإسلام، ونقول: والله يا أخي هذه المرأة هي التي فتحت فارس والروم، هذه المرأة هي التي بنت المسجد النبوي، هذه المرأة تشتغل مستشارة عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا، امرأة عادية، قدرتها في الإسلام، بصمتها في الإسلام أنها تدخل إلى المسجد وتكنس، بس هذا الذي تستطيع أن تقدمه للدين. فقال صلى الله عليه وسلم: أين المرأة التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا: يا رسول الله، المرأة ماتت، ويعني الله يرحمها ماتت، انتهت. قال: سبحان الله، أفلا كنتم آذنتموني؟ كيف تموت من غير ما تخبروني؟ أفلا كنتم آذنتموني؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ماتت بليل. المرأة هذه ماتت بالليل، وكرهنا أن نوقظك، ما ودنا أن نأتي إليك ونوقظك في ظلمة الليل. وتعلمون في السابق يا جماعة ما كانوا يستطيعون أن يؤخروا الميت. اليوم لو يموت الميت اليوم الظهر، نستطيع أن نقول نصلي عليه غدا الظهر، ننتظر مثلا أهله يأتون من سفر، أو مثلا أقاربه يوجدون في مكان آخر ونحتاج إلى حضورهم لدفنه، أي سبب من الأسباب تستطيع أنك تؤخر دفن الميت لمدة يوم يومين. تضعت الثلاجة، ثلاجة الموتى. في السابق ما عندهم يا جماعة ثلاجات موتى، فكان لما يموت الميت لو تركوه على حاله مع حر المدينة في وقتهم، مدينة حر، لو تركوه على هذا الحال لمدة 4 أو 5 ساعات فسد جسمه وانتفخ وتغيرت هيئته، فكان لابد أن يعجل بدفن الميت. قالوا: يا رسول الله، نحن ما أخبرناك بها، لأن المرأة ماتت بليل، فكرهنا أن نوقظك، ما ودنا نأتي ونوقظك في الليل. فنحن قمنا بالواجب، غسلناها وكفناها وصلينا عليها ودفناها الله يرحمها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، دلوني على قبرها، دلوني على هالمرأة هذه اللي لها هالبصمة في الإسلام، اللي كان لها هالتأثير في الإسلام. وإن كان تأثيرا تراه يا أبا بكر ويا عمر ويا عثمان ويا علي، أنتم ترونه صغيرا لكني أراه كبيرا. قال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها، قام صلى الله عليه وسلم وجاء عند قبرها ونظر إلى هذا القبر، فكبر صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وهي في داخل قبرها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم: هالمرأة هذه التي احتقرتم فعلها، يعني لو أن الذي مات أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أيقظتوني في الليل وقلت: يا رسول الله، صاحبك مات، لكن لما تكون امرأة ضعيفة ما توقظوني، هذه المرأة التي أنتم استحقرتم عملها، هذا عمله عند الله تعالى له شأن. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرها دلالة على عظم ما قدمت للإسلام، مع أنها إيش قدمت للإسلام؟ ما قدمت للإسلام إلا أنها كانت تدخل إلى المسجد وتجمع ما الأوساخ التي في المسجد، بس، ومع ذلك دلوني على قبرها.